أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول هذا السائل: قد اقترب شهر رمضان، فهل يجوز لنا أن نزين بيوتنا بأنواع من الزينة مثل البالونات والمصابيح والملصقات ونحوها، وذلك لنشعر أنفسنا وأولادنا بأن هذا الشهر ليس كغيره من الشهور، ولنشعر بفرح له حتى نتعود عليه في الشهور القادمة وننتظره؟ إن كان هذا جائز، فهل يجوز أيضا أخذ الأجر على هذا التزيين؟ هذا من البدع المحدثة، وضع الزين والأنوار والألوان على البيوت وفوانيس رمضان وغيرها، هذه من البدع التي أدخلت على المسلمين في عهد الفاطميين ومن بعدهم، ولا شك أن البدع إنما تدخل بالعواطف وتزيين الأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رمضان وهو أحرص على الخير منا، ما كان يزين بيته ولا يزين مسجده ولا يأمر بهذا، ولا فعل هذا الصحابة ولا فعل هذا التابعون ولا فعل هذا الأئمة الأربعة المتبوعون، بل لم أقرأ هذا في كتاب عالم معتبر من علماء الأمة. وهذا أمر منسوب إلى رمضان وإلى التعبد، لا أنه عادة، وإنما هو منسوب إلى على جهة تعبد، لأنه مربوط بشهر العبادة، فيدخل في باب العبادات لا في باب العادات، ولذلك ينبغي علينا أن نترك هذا الأمر وأن نشعر أنفسنا بقرب رمضان بالإكثار من الصيام في شعبان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتبكير بهذه الأيام الفاضلة، أعني أيام رمضان، والتبشير به إذا جاء وبما فيه من الخيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.